لاحظ الأرقام ظهرت 1400 1234، نفس الرقم اللي احنا كتبناه 1234. طيب واحد يسألني يقول لي احنا في كل مرة بنطفي، يعني في المرة الأولى أنا بشغل الخانة الأولى وبطفي جميع الخانات، يعني المفروض رقم واحد بس اللي يظهر. المرة الثانية أنا بطفي جميع الخانات والخانة الثانية اللي شغالة اللي هي رقم اثنين. المرة الثالثة بطفي جميع الخانات والخانة الثالثة اللي شغالة، لكن احنا بنشوف جميع الخانات شغالة مع بعض. كيف كده؟ هو ده الملتيبلكس. احنا الديلي اللي مسوينه 2 ملي سكند، يعني جدا سريع الزمن، جدا سريع. فعينك العين البشرية ما راح تلاحظ السرعة هذه. هو الفعل اللي بيصير دحين انه الواحد بيشتغل والبقية مطفية، يعني الواحد اشتغل وبقية الأرقام مطفية، بعد كده الاثنين اشتغل بقية الأرقام مطفية، لكن عشان الديلي جدا صغير أو الزمن جدا سريع العين البشرية ما تلاحظ. يعني لو طولنا الديلي مثلا خليناه 50 أو خليناه 10، غيرنا جميع الديلي خليناه 10، ملي سكند، هنسوي رفع، هنلاحظ شوفوا الأرقام بتغمز، بتعمل زي الفلاش. طب ليش بتغمز؟ احنا في كل مرة بنشغل خانة وبنطفي. نشغل خانة اللي هي زي هنا عندنا، شغلنا الخانة الأولى وجميع الخانات مطفية، بعد كده شغلنا الخانة الثانية وطفينا جميع الخانات. احنا كل مرة بنشغل خانة وبنطفي الخانة الثانية، في كل مرة بنشغل خانة وبنطفي خانة. فلو زودنا الديلي هتلاحظ هذا الفرق، ان احنا في كل مرة هنزود خانة او بنشغل خانة ونطفي خانة. لو خليناه 1000 او نص ثانية هتلاحظ انه في كل نص ثانية خانة واحدة بتظهر. نحولها 500، طبعا 500 ملي سكند اللي هي نص ثانية، 500 هنا 500، هنرفع، هنلاحظ ظهر الواحد اثنين ثلاثة. في كل مرة الخانة واحدة بتشتغل، هنلاحظ زي ما احنا شايفين دحين لما زودنا الديلي بان الموضوع معانا. احنا في كل مرة شوفوا خانة واحدة بتشتغل 1234، لكن عشان نظهرها كلها سوا ايش نسوي؟ نقوم نصغر الديلي. لو خليناه اثنين رديناه زي ما هو، لو ردينا الديلي لاثنين هو بينطفي ويشتغل بنفس الطريقة لما نخلي الديلي اثنين، لكن العين البشرية ما تلاحظ لانه حيكون الزمن جدا سريع، لانه حينطفي ويشتغل بسرعة وما راح تلاحظ، فتحس انه كأن الموضوع او جميع الليدات شغالة مع بعض. طيب نجي نشوف ايش فايدة البورت دي اللي احنا مسوينه هنا اللي هو يطفي جميع الليدات. احنا لو ما سوينا هذا الامر هتلاحظ انه الاطراف اللي مي شغالة او الليدات اللي ما هي شغالة هتنور معاك بنور بسيط. على سبيل المثال لو عندنا الرقم واحد في الخانة الأولى، الرقم واحد عندنا الليد اللي هو بي وسي شغالين، لكن لو ما سوينا هذا الأمر اللي هو بيطفي جميع الليدات انت ممكن تلاحظ الليد جي شغال. خلينا نجرب، طبعا أنا هنا بسوي شرطتين يعني بيخلي لي هذه كأنها ملاحظة فما راح يقراها وكأني بلغيها، يعني هلغي هذه كمان، هلغي هذه، هنشوف الفرق، هنرفع، هنلاحظ شوفوا عندنا هنا في الرقم ثلاثة هتلاحظ انه هو رقم ثلاثة مظبوط، لكن عندنا الليد الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الليد الخامس تلاحظ انه في نور بسيط جدا اللي هو الليد الخامس في الخانة الثالثة في الرقم ثلاثة، الليد الخامس، الليد الخامس تحس فيه نور بسيط او اضاءة بسيطة. فكيف نتغلب عليها؟ عن طريق هذا الأمر، إن نطفي جميع الليدات بعد كل مرة. هنرفع 1234. لو غيرنا الرقم خليناه على سبيل المثال 4، هنرفع هيبقى عندها 0004 اللي هو الرقم 4. لو خلينا على سبيل المثال 243 هنسوي رفع، طلع عندنا 243.
هنا نكون وصلنا لنهاية الدرس، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. إن شاء الله في الدرس القادم حنسوي عداد ثواني عن طريق الملتبليكس والشاشة السباعية بأربع أرقام. إذا عندكم أي سؤال وأي استفسار راسلوني على الإيميل وعلى الرسالة الخاصة في الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.